وحماتها قلن كي هوري حرونتا قبل كساحل ايه مغالدا بربريا لغو سودو ويه مسؤولين تاوص الرئيسا حسبيقا معارض كا ايه اوضب وحانا وفتيقا سيهو قامين ايه قدومي ايه كوحيقين كا حسبيقا اوضب اسلامر كان اهان كلي بدحوين ايه كوحيقين كي هوري ايه سومال لان احمد يوسف ياسين وعقلو ايه نوهل ايه وفتيقا سي مدحوين ايه كوحيقين كا وقامنا يوسير كي هوري ايه وحبرشدا سومال لان حسن حاجي محمود ورسامي حسن قلويني أبيب حسن فلفل برا سابكي هوري ايه قبل كامرادو شيح محمد عبد الداود يحب مكالي او بضان او كميدا حسبقا قدب وعنا وفتقا سي اي قيبو كميدا بلشادا ريب برا كقابلين سوبي وين اد او هيرس الرئيسة او اي سوو صوبحين داعلكا قلبيت ايه مقالة دا بربرا وحانا يددوين هاسي سوبي وين اي وفتقا سي اي لولا ايين استانتا او قاركا حسبقا قدب وحا كلو اينا لقد هنا يي قاديدكا سوبوين تاسي كقيب قادنا يي سورادا مشرحة شجدا مدحوينها اي حزب قدوب شمال علي حسين او اساقو سيان قوبتا قصبنين وفتيغان ايا لوغل بيدين عامقالة دا بربرا كدبنا لغو سوريتي شارعي دا واوين اي مقالة دا بربرا وحانا اي وفتيغا سي dadweynaha soo dhaweeyay ku qaabileen xarunta dhexe ee xisbiga udub ku leeyahay magaalada Berbera waxana halkaas hadal kooban dadweynaha soo dhaweynta u soo baxay uga jeediyay gudoomiyaha xisbiga udub ee gobolka Saaxil Maxamed Umar oo kale isku weyn dhawaa oo ay leeyahay ka qabbalan doono kadib waxa isna dadweynaha soo dhaweynta waafiga ku qaabilay uga mahad celiyay gudoomiye ku xigeenka xisbiga udub isla markaana ah kusimaha gudoomiyaha xisbiga udub axmed yuusuf yaasiin waxaanu dadweynaha reer berbera uga mahad celiyay sida uu weyn ee ay isugu soo baxeen soo dhaweynta soo dhaweyntan lagu qaabilay maanta xisbiga udub ayaa u muuqata mid loogu sii gogol xaadhayo ololayaasha doorashooyinka fooda inagu soo haya ayaa ugu horeyso doorashada golaha deegaanka waxaa kaloo iyana meesha ka muuqatay inay tahay taageero weyn oo ay u hayaan garabkan uu hoggaaminayo axmed yuusuf yaasiin musharaxa madaxweynaha ee xisbiga udub jamaal cali xuseen كاميرا
محمد عبد الله يسوفر يستيه بربرا نيوس مقالة بربرا.